المسؤول القضائيون. اليوم حقيقة شخصيا أشعر بفخر واعتزاز كلما رأيت المرأة في مناصب آلة أو في مناصب كانت محتكرة على الرجل لوحده. أنا حقيقة أشعر بفخر واعتزاز، وإحنا اليوم ما نحتفل بهذا الفوز من النساء العدول، يعني دم جديد كيف قال السيد الرئيس، ونظرة أخرى. ولا يمكن إلا أن نتمنى لهم كل التوفيق وكل التألق بإذن الله، وأكيد أنه ستكون بصمات أخرى في خطة العدالة. السلام عليكم. بداية أشكر جلالة الملك محمد السادس على التشريف المولوي الذي حظينا به من قبلي، حيث تشرفنا بالانتساب لهذه المهنة، كما يطيب لي سيدي الوزير العدل المحترم السيد محمد بن عبد القادر أن أتقدم إلى مقامكم الرفيع أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي بأسمى آيات العرفان والتقدير والاحترام، وبجزيل الشكر لسيادتكم على منحنا شرف هذه الزيارة الكريمة والالتفات العظيمة، وعلى تخصيصكم لنا حيزا من وقتكم الثمين. وصراحة لا أخفيكم سرا أننا لطالما انتظرنا هذه الزيارة الرائعة من شخصكم الكريم للتعرف عنكم عن قرب لما عرفتم به من الخصال الحميد. كنعتذر ان ما قدمتش لكم الشكر، وكذلك من يشكر من لا يشكر، الناس لا يشكروا الله. نشكر المحكمه المدنيه على الاستضافه ديالنا ليها الصراحه، وكنشكر شخصها سلام المثار، لان كنعتذر انه فاش جبت قدرتي التحالفات برئاسة الأستاذ مبدي الحيار وأعضائه، وأتمنى كذلك التوفيق لهيئتنا الجديدة ومكتبه، وكلنا فخر بوجودنا الآن معكم سيد وزير العدل. نوردين كريمة سيد رئيس، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر السيد الوزير والسيد رئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد رئيس المحكمة الاجتماعية بدار البيضاء، والسيدة وكيلة الملك المحكمة الاجتماعية بدار البيضاء، والسادة المسؤولين القضائيين الحاضرين على هذا التشريف وهذا التكريم لمهنة السادة عدول استئنافية بدار البيضاء. وبهذه المناسبة نتقدم بأن نقول بأن مهنة التوثيق العدلي هي مهنة شريفة وعريقة، وحفها صاحب الجلالة أيده الله ونصره بهذا التأتيت النسوي الذي كما قالت السيدة الوكيلة كان حكرا على الرجل، وهذا تشريف وزيادة في الدفع بمهنة التوثيق العدلي إلى الأمام. من هذا المنبر أجدد وأكرر شكري وامتناني لكل المسؤولين القضائيين الذين يمدون أيديهم لنا من أجل تطوير هذه المهنة وجعلها في مصاف المهن التوثيقية الأخرى، وأشكركم مجددا. شكراً. سيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، سيد رئيس المحكمة الاجتماعية، السادة المسؤولين القضائيين، سيد رئيس الهيئة الجهوية للعدول، السيدات الفاضلات، أود أن أشكر في البداية الأخت الفاضلة على ما تفضلت به في كلمتها، وأن أؤكد على سياق هذا اللقاء. طبعا هو يأتي على غرار لقاءات أخرى، كلما أتاحت فرصة لزيارة الدائرة الاستئنافية أكون حريصا على التعرف على الوفد أو على مجموعة ديال النساء اللي انخرطوا في خطة العدالة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بنساء رائدات، لأنها أول فوج نسائي بعد التوجيهات السديدة والنيرة لأمير المؤمنين جلالة الملك حفظه الله، الذي أعطى أمره المطاع بتمكين المرأة المغربية من الولوج إلى خطة العدالة بعد أن كانت حكرا على الرجل فقط. فأكون حريصا على هذا الاستقبال، ولكي أهنئ السيدات اللي استفدوا من واحد التكوين
قبل ما يوجهوا لخطه العداله ولكي اطمئن ايضا على شروط وظروف اندماجهم في خطه العداله، وتكون مناسبه لكي اجدد الشكر لكافه المسؤولين القضائيين وايضا للهيئه التي لعبت دور المصاحب والمسهل لعمليه الاندماج. لكن اليوم في هذا الاستقبال هي لحظة متميزة، لحظة لأنه كما قلت قبل قليل السيد الرئيس الأول أن عظمة هذا البلد وتميزه، وأننا مباشرة بعد جلسة في هذه القاعة مع السادة القضاة العبريين الذين يشتغلون في الغرفة العبرية نستقبل نساء ينتمين وينتسبن إلى مهنة شرعية عريقة ومؤطرة بالعناية الملكية السامية. لذلك فاليوم هذا الاعتزاز يتضاعف أكثر لأننا داخل هذه المنظومة القضائية بتعدد روافدها وممارستها الفضلى وتنوع مهنها، نشعر حقيقة أننا أمام صرح شامخ يتحقق فيه التكامل بين مختلف هذه المهن، وهو التكامل الذي يحقق للمواطنين خدمة قضائية تعزز الأمن القضائي والقانوني، ومع كنا الأمن التعاقدي أيضا. فلا يسعني الا ان اهنئكم لانكم رائدات اللي غادي يجون بعد منكم غيلقاو المجال واسع، ولكن اللي الذي اكتشفته يعني كلما تناولت الكلمه احداكن انكم حرقتم المراحل بسرعه كبيره، يعني هناك ادراك للرهانات المحيطه بهذه المهنه ولا حتى في التخاطب وفي الاسلوب. يبدو بأننا أمام نخبة من النساء التي لا يمكن إلا أن نعتز بهن، وأن بطبيعة الحال اللمسات النسائية في كل المهن هي لمسات معروفة، يعني النساء تضفين على كل مهنة لمسة خاصة، وما لا شك فيه أنكم غادي تدخلوا شي لمسات على مهنة كانت رجولية وذكورية منذ عقود، وربما اليوم اللمسات ديالكم غادي تغني هذه المهنة وكان جاف يا خشونة. فهذه المهنة تعرف تطورا مهما جدا برعاية ملكية سامية وبخطى يعني مضبوطة نحو الانفتاح، نحو ادماج كل التقنيات والتطورات العصريه بما فيها. احنا غادي نشتغلوا وغادي نتلاقاو قريبا مع الكتاب التنفيذي لهذه المناسبه، نهنيو كل الساده اللي تم انتخابهم باش يمثلوا الهيئه ويمثلوا زملائهم في المرحله المقبله، وعندنا معهم حديث على القانون ديال المهنه وعلى تعزيز المكاسب وتطوير المهنة وفتح آفاق جديدة لها. لذلك فهذه المناسبة أيضا بالإضافة إلى التهنئة والتبريك أن أدعوكن إلى يعني الوعي بالرهانات الموضوعة على هذه المهنة. أنتم عندكم الاختصاص والإبرام العقود وهذا شيء مهم جدا تجعلكم محط ثقة من طرف المواطنين اللي كيلجؤوا لكم واللي تبخلوا عليهم بالنصيحة والتوجيه، وأيضا في نفس الوقت تحافظوا على الوقار ديال هذه المهنة. وهذا هي نصيحة ربما ماشي ضروري، لأن الوقار يبدو على وجوهكم كلكم، لكن يعني المهن إذا ما تمشي الحفاظ عليها جيل بعد جيل راه يمكن تفقد الكثير من الخصائص ديالها، وهذا الخاصية ديال هذه المهنة دائما كان يعني في التمثل ديال المواطن البسيط العدل، هو ينتمي إلى واحد المجال عنده رمزيته وعنده مكانته، وأنا متأكد بأنكم غادي تعرفوا كيفاش تحرصوا على المكانة ديال هذه المهنة هذه.
وعلى القيام بالواجب ديالكم المهني. والهيئه ديالكم راه هي موجوده وحتى هي عندها اختصاصات ديال تطوير المهنه والارتقاء بها. الوزاره هي ايضا بيتكم في كل لحظه وحين. بغيتوا تلجؤوا للوزاره لتدبير الانشطه ديالكم او للتشاور او لاي شيء، فنحن على الاشاره. بالاضافه الى المسؤولين في المحاكم اللي كتشتغلوا فيها، فهم كلهم وجودهم لليوم دليل على انهم يعني عندهم اهتمام خاص وعطف عليكم. اذا هنيئا لكم ومزيدا من التعلق في مساركم المهني. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.